السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لمسات جميلة. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد. لأول مرة يشاهد قناتي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك أبوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات المنزلة في القناة. شكرا جزيلا على التعاليق ديالكم المحفزة اللي كتخلوا لي أسفل الفيديو، وشكرا على الآراء ديالكم، وكذلك مرحبا بالانتقادات ديالكم. كذلك نبداو على بركة الله اليوم بالوصفة ديال هاد النهار اللي هي الكبدة ديال الجمل مشرملة على طريقتي الخاصة. كنبداو أول حاجة كناخدو واحد المقلة كنديرو فيها الدروة ديال الجمل اللي كنقطعوها على شكل مربعات صغيرة. الدروة ديال الجمل راها معروفة هي فاش كنطيبو الكبدة، ما كنزيدو لا زيت لا حتى شي حاجة، كنبقاو نشحروها مزيان فوق البوطة حتى كتطلق لينا ديك الدهنيات ديالها كامل. كنزيدو عليها شوية ديال البصلة مقطعة رقيقة، شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، كنزيدو شويه ديال الكمون، وكنزيدو شويه ديال البزار، راس الملعقه فقط. وبالنسبه للملح هنا كنستغناو على الملح نظرا للحم ديال الجمل ولا الكبده ديالو ولا الدروه ديالو كيكونوا مالحين، يعني ما كاينلاش نزيدو الملحه. من ناحيه الدروه ديال الجمل كنشحروها مزيان حتى كتطلق لينا دوك الدهون مزيان كامل، ونرجعو نكملو تتمات الوصفه. هنا من بعد ما كتذوب لينا ديك الدروه ديال الجمل كما شفتو معايا كتذوب مزيان، كنزيدو الكبده ديالنا ديال الجمل والقلب. انا عندي هنا الكبده والقلب مخلطين، كنشحرهم شويه، يعني الكبده دغيا كطيب محدها كتزيد في الطياب وكتقصح. ردوا البال في هذه الملاحظه هذه بالنسبه للكبده ديال الجمل، راه ما كتبغيش الطياب بزاف، راها محد الا طيبتوها اكثر من جوج دقائق 3 دقائق راه كتزيد كتقصح. ردوا البال. بالنسبه لهاد العناصر كنحرك هكا حتى كتشحر ليا وكطيب فقط، وكنطفي عليها، يعني هي ما كتاخدش الوقت بزاف في الطياب.
ملي كطيب كنقدمو على هذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوه معايا. انا رفقتها بسلطه مشكله ديال الخضر، فيها الروز، فيها الميس، نتوما لكم الاختيار، نتوما وشنو كتبغيو. ممكن هذه الوصفه تستعملوها كغداء او كعشاء، علاش لا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وراه وصفه سهله ماهله، ما فيها حتى شي صعوبه، وصحيه للكبار ولا الصغار. بالنسبه لي انايا انا استعملتها كوجبه غداء، داكشي علاش رفقتها بهذه السلطه هذه اللي غادي نشارك معكم. سلطه زوينه وخفيفه. وبالنسبه للعشاء غادي نشارك معكم واحد البيتزا اللي كتجي زوينه وخفيفه، وطريقتها سهله ما فيها حتى شي صعوبه. بالنسبه للبيتزا ديالنا اللي غادي نشارك معكم، هي العجينه ديالها كناخذوا، استعملت واحد 5 كيلو ديال الدقيق، استعملت واحد ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واستعملت فيها واحد الملعقه كبيره ديال الحليب ديال الغبره نيدو، واستعملت واحد الملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وشويه ديال الزعتر، وواحد 2 معالق كبار ديال الزيت بلديه فقط. وعجنتهم بالماء دافئ وخليتها كتخمر مدة ديال 3 المرات. كنعاودها، يعني كتخمر المرة الأولى وكنعاودها، وكان تعاود تخمر المرة الثانية، وكنعاود نخويها من هذاك الهواء اللي فيها، وكنردها تاني كتخمر المرة الثالثة صافي، وكتخمر المرة الثالثة مزيان، وكنشكلها على شكل بيتزا هكذا، بيتهم صغار بيتهم كبار كتشكلوهم صافي. انا درتها بالطون، درتها على وجبة العشاء، جات زوينة وخفيفة. هادو هما مقاديرها. عندي 2 ديال انواع البيتزا في القناة، الا كنتو بغيتو تشاهدوهم، يعني بنفس العجينة كتجي خفيفة وكتجي زوينة بهذا الشكل هذا. انا درت فيها هكذا الفلفلة، ودرت فيها شوية ديال البصلة، وصار لصوص ديال الطماطم طيبتها، ودرتها بشويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت بلديه وشويه البزار والملحه صافي. وغندخلها كطيب كما كتشوفوا معايا، يعني لاباطا راها خفيفه خفيفه، العجينه كتكون خفيفه ما كتكونش قاصحه شاده فراسها كيف كتشوفوا صافي. غادي ندير لها الطون وغادي ندخلهم للفران، غادي يطيبوا، من بعد غنخرجهم وندير لهم الفرماج، وغتشوفوها كيف جات. راه جات ما شاء الله ما شاء الله، جات زوينه وما غليضاش، ما كتنفخش بزاف، انا رققتها مزيان، وما كتجيش غليضه وما كتجيش رقيقه بزاف. راه دغيا كطيب وكتكون واجده، وكتزيدوا عليها هكذا الا كنتو بغيتو شويه ديال الزيتون مقطع، او شويه ديال الخيار مخلل، او مايس، حتى هي كتجي في البيتزا زوينه. نتوما لكم الاختيار. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه لاول مره يشاهد الفيديو، وما تنساوناش بتعليق ديالكم المحفزه، واللي كتزيد تخلينا نديرو فيديوهات جداد. والى الملتقى مع فيديوهات قادمه ان شاء الله. تحياتي.